عادة مرة تانية مع طلاب الصف الثاني الإعدادي، طلاب المدارس الرسمية لغات، مع الأدب الإنجليزي النهاردة بارت 2 من المنهج بتاعنا. الجزء التاني هنتكلم فيه عن literature. طبعا اللغة الإنجليزية غنية جدا بالأدب بتاعها، سواء كان روايات novels أو قصص قصيرة short stories أو plays مسرحيات، poetry شعر. النهاردة كتاب المقرر على الصف الثاني الإعدادي في الأدب Great Men and Women. Great Men and Women، رجال ونساء وعظماء. Great Men and Women، رجال ونساء عظماء. عندنا شخصية في الترم الأول وشخصية في الترم الثاني من الكتاب Great Men and Women. طبعا الأوثر أو الرايتر بتاع Great Men and Women لا ربما في الامتحان يجيبولي كسؤال، ليسلي دبليو ليفيت. الرايتر مرة تانية ليسلي دبليو ليفيت عفوا ليسلي دبليو ليفيت ليسلي دبليو ليفيت ليسلي دبليو ليفيت. ده بالرايتر مؤلف Great Men and Women. طبعا احنا هنتناول الشرح من كتاب اكسل سيريز ان انجلش بارت 2، ذا ليتريتشر الادب، ذا نوفل، Great Men and Women. Great Men and Women، رجال ونساء عظماء، باي ليسلي دبليو ليفيت. ليسلي دبليو ليفيت الشخصية بتاعت الترم الأول مهاتما غاندي. مهاتما غاندي، المهاتما غاندي قدامنا اهو في الصورة. Great Men and Women، مهاتما غاندي، Part 1، Pages، Great Men and Women، مهاتما غاندي، Part 1، Pages 5-10. طبعاً الناس اللي معها التكست الأصلي هتلاقي الكلام ده موجود، Pages 5-10، وهنا التاب إكسل جايب لي التكست ومقسمه إلى أجزاء صغيرة جداً، وعمل لي إيه Adaptation على الجزء اللي هو جايبه، من معاني كلمات وأسئلة وكوتيشن. عرض جميل جدا، والكتاب زي ما انت شايف قدامك تحفة أساسا في المادة العلمية أو في طريقة العرض والتنسيق، وده يرجع للمجهود اللي اتبذل في الكتاب من قبل المهندسة بسنت. Part 1، Pages 5-10، Vocabulary، المفردات، الورد والميننج. Great، عظيم، great، عظيم. سول، روح. courtyard، فناء المنزل. courtyard، فناء المنزل. prayers، الصلوات. prayers، الصلوات. persuade، يقنع. title، لقب. meal، وجبة. ميل، وجبة. deceive، يخدع. as soon as، بمجرد أن. as soon as، بمجرد أن. lead to، يؤدي إلى. desire، رغبة. cigarettes، سجاير. fortunately، لحسن الحظ. against، ضد. difficulties، صعوبات.
difficult الصفة difficulties 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 amusement تسلية amusement amusement تسلية pleasure متعة pleasure 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 punctual punctual محافظ carelessness carelessness الإهمال carelessness الإهمال companion رفيق meat eater آكل اللحوم meat eater gunshots طلقات رصاص gunshots gunshots members members أعضاء members أعضاء persuade يقنع prove يبرهن يثبت foreign land foreign land foreign land later 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 فيما بعد serious جاد خطير serious over انتهى finished it's over it's finished trouble مشكلة trouble trouble weather حالة الطقس جو harmful harmful ضار مؤذي improve improve يحسن improvement 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 تحسين in spite of in spite of بالرغم من in spite of بالرغم من believes معتقدات believes معتقدات silk hat قبعة حريرية صنوع من الحرير silk الحرير occasionally من حين لآخر من وقت للتاني occasionally 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 compensate يعوض government government حكومة ashamed of خجول من states حالات states ولايات state دولة حالة state states أنا جاية بمعنى ولايات ولايات الهند states وكلمة state تيجي بمعنى حالة brave شجاع brave demand يطلب ويجي بمعنى طلب religion دين الدين religion deceive يخدع improve improve يحسن go off يغادر go off يغادر until حتى liar كذاب liar كذاب value قيمة valuable ذو قيمة نفيس قيم mistakes أخطاء mistakes أخطاء sorrowful محزن sorrow الحزن character شخصية character baggage baggage أمتعة اسم لا يعد تعامل دائما معاملة الاسم المفرد لأنها ليس لها مفرد وجم suitable مناسب ملائم unlike مختلف servant خادم punish punish يعاقب deed عمل provide provide يمد يزود season موسم season موسم determine يعزم على determination determination إرادة honest أمين honesty أمانة knowledge معرفة knowledge معرفة government posts وظائف حكومية هندو religion الديانة الهندوسية هندو religion هندو religion هندو religion a waste of time مضيعة للوقت a waste of time change his mind change his mind يغير رأيه fear خوف gun بندقية مسدس strength قوة forbidden ممنوع teachings تعليم teachings تعليم without بدون without without rule يحكم طبعا الرول اللي هي R O L E هنشيل ال U ونحط ال O هيبقى معناها دور pray يصلي prayer prayer صلاة greatness عظمة greatness عظمة make fun of يسخر من make fun of يسخر من chief officer ضابط شرطة take part in يشارك فيه even though على الرغم من أو بالرغم أن أو بالرغم من مهاتما غاندي
ده التكست الأصلي موجود في كتاب إكسل، مش هتحتاج إنك تشتري الكتاب بتاع القدم. وفرنا لك 40 جنيه، الكتاب بيتباع بره ب40 جنيه، والنسخة اللي هي تحت السلم أساسا بتتباع ب30 جنيه. احنا وفرنا لك كل ده موجود داخل الكتاب. الكتاب كله ب60 جنيه، في 3 وحدات، يعني في واحدة من الترم التاني كمان. في الأدب كامل عندك، في الشعر، وفي نماذج امتحانات، 3 امتحانات على كل يونت. احنا بنراعي ربنا في السعر كويس جدا، بنخاف من ربنا جامد. يعني احنا كاتبين على الكتاب 60 جنيه. الكتاب لو روح امسكه واسأل فيه في المطبعة شوف طباعته كام، وانت هتعرف ان انا براعي ربنا ازاي. مهاتما جاندي. On the evening of January 1948، هو انا المفروض On the evening of January 13th, 1948, a little old man was slowly crossing the courtyard of his home. رجل عجوز، طبعا كان جسمه ضئيل، little، كان ببطء يعبر the courtyard of his home، يعبر فناء منزله. On his way to prayers، في طريقه إلى الصلوات. طبعا هو كان يدين بالديانة الهندوسية اللي هي هندو ريليجن. Suddenly، فجأة، the sound of 4 gunshots was heard. فجأة سمع صوت 4 طلقات نارية. And the man fell to the ground. وسقط الرجل على الأرض. طبعا مين مقصود بالرجل هنا؟ غاندي. 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 That night، في تلك الليلة، his great friend، صديقه الرائع العظيم، Pandit Nehru. Pandit Nehru. Speaking on the radio. تحدث في الإذاعة. Speaking متحدثا on the radio في الإذاعة to the people of India. هذه المناسبة، مين اللي قال الكلام ده؟ الموجود بالأحمر تحت ده سؤال، موضوع سؤال في الامتحان اللي هو سؤال الكوتيشن، ودايما بيجي the light has gone out of our lives and everywhere it is dark. الضوء اختفى من حياتنا وكل مكان أصبح مظلم. صور هنا بندت نيرو كأن غاندي ده هو كان إيه الشمس التي تضيء حياة الهنود، وبموته كده الشمس إيه اختفت فأصبح كل مكان ظلام. شوف التعبير، شوف الجمال، شوف جمال اللغة هنا، شوف الصداقة الحقيقية، شوف اتكلم عن صاحبه ازاي. مش خلاص كان صاحبي ومات وعدى وراح وانا دلوقتي هركب الموجة فرصة، لا طبعا، المبادئ لا تتجزأ. Bandit Nehru speaking on the radio to the people of India. طبعا كان مين المخاطب؟ شعب الهند. The people of India. The Indian people. The Indian people. الشعب الهندي. طب كان بيتكلم مين اللي كان بيكلمهم؟ Bandit Nehru. Bandit Nehru. مين هو Bandit Nehru؟ Gandhi's great friend. أفضل صديق أو صديق غاندي الرائع. His best friend. The great friend of Gandhi. Gandhi's great friend. Bandit Nehru. Speaking on the radio to the people of India. Said the light has gone out. The light has gone out. تلاشى الضوء، اختفى الضوء. Of our lives، من حياتنا. And everywhere it is dark، وأصبح كل مكان مظلم. The life story of this little old man and very great man. قصة، قصة حياة الرجل دوت حاجة رهيبة. يعني عايزين نتعلم من الشخصية اللي هناخدها في الترم الأول، الشخصية اللي هناخدها في الترم الثاني، ويا ريت في وقت الأجازة نقروا الـ5 شخصيات. هبقى أسيب لك رابط لجريت مين اند وومن في الـ5 كاركترز في الأجازة كده، اقراهم كلهم، هتستفاد من حياتهم. الناس دي كافحت عشان كده اتكتب عنها إن هي رجال وسيدات عظماء، عملوا حاجات في التاريخ، عشان كده ما زلنا بنذكرهم وبندرسهم في مدارسنا في كل دول العالم. The life story of this little old man and very great man, Mahatma Gandhi, is one which everyone should know. هي قصة لازم كل واحد فينا يعرفها، ينبغي أن يعرفها، يجب أن يعرفها. يلا بينا نبدأ بقصة حياته، هنبدأ بهذا هومبا. مهندس غاندي was born in، موضع سؤال في الامتحان والإجابة بالأخضر دي. مهندس غاندي was born in a city in the west part of India on October 2nd 1869. ولد المهندس غاندي في مدينة في الجزء الغربي من الهند في 2 أكتوبر 1869.
مهندس was his first name. المهندس كان اسمه الأول. أنا منتصر عوضي. يبقى الفيرست نيم بتاعي منتصر. مهندس was his first name. The word مهاتنا means great soul. What does the word مهاتنا mean? What does the word مهاتنا mean? Great soul. Where and when was Gandhi born? When and where? إمتى وفين؟ أو أين ومتى ولد غاندي؟ يبقى Gandhi was born in a city in the west part of India on October 2nd, 1869. مهندس was his first name. The word مهاتنا means great soul and is a title, لقب, which was given him later. لقب تم إعطاؤه لغاندي later. Later أو بالأمريكان later. Later فيما بعد. For many years, لسنوات كتيرة جدا. Members of Gandhi family. أعضاء أسرة غاندي. Members of Gandhi's family had held important government posts. كانوا يتقلدون الوظائف الحكومية الهامة. واخدين مناصب في البلد يعني. And for a long time. لفترة طويلة. The father of Mohandas was chief officer in one of the states of India. ضابط في أحد ولايات الهند. The father was a fine and brave man. الأب كان رجل إيه شجاع ورائع. And very good at his work. Very good at his work. جيد وكان جيد جدا في شغله في عمله. The son loved his father very much. الابن حب باباه كتير قوي. And also his mother. وأيضا كمان غاندي كان بيحب مين؟ مامته. نشوف مامته دورها إيه. His mother was very serious in her religion. ممكن نجيبها لي في الامتحان كده. Gandhi's mother was very serious in her religion. Discuss, ناقش, show, واضح, illustrate, واضح. And never thought of beginning a meal. أو أول جزء في الإجابة. She never thought. ما فكرتش أبدا إنها تبدأ وجبة without prayer. بدون ما تقول الأدعية اللي بيقولوها على الطعام. على أكل قبل ما يأكل. At one time, ذات مرة, she felt that her religion demanded that she should not eat until she saw the sun. ذات مرة, اعتقدت ان الدين بيطلب منها ان هي لا يجب ان تأكل حتى ترى الشمس. It was in the season of rain, ولكنه في الوقت ده كان موسم المطر. مادام موسم مطر ما فيش شمس. ممكن تقعد يومين ثلاثة ما فيش شمس. And often the sun was not seen for a long time. وغالبا الشمس ما حدش بيشوفها لفترة طويلة. Her children were much troubled. أطفالها طبعا شعور الطفل الابن والابنة تجاه مامته مش بتاكل هو عارف ان الاكل ده حاجة ايه هو لما بيحس بالجوع بيحس بايه فهو حاسس ان مامته دلوقتي شعرة بالجوع فهو نفسه ايه ان مامته تاكل فعشان كده مش هتاكل غير لما تشوف الشمس فعمال يبص للسماء ويدعي الأدعية بتاعتهم عشان الشمس تظهر. Troubled and spent long hours. والأطفال مالهم the children spent كانوا يقضون long hours ساعات طويلة looking up at the sky ينظرون إلى السماء to be able to hurry لكي يسرعين to tell her يقولوا لها that the sun was shining الشمس كانت تشرق and that she could eat ويمكنها أن تأكل. انتهى الجزء الأول. Questions with answers أسئلة بالإجابات. اللي هيحط الامتحان راح يمين راح شمال إيه مش هيقدر يطلع بره الاسئله اللي احنا قلناها لان احنا قلنا كل حاجه ممكن تتقال. اسئله كتيره جدا واحنا الحمد لله تمام عالجنا الجزء الصغير اللي احنا قرناه مع بعض. شوف كميه الاسئله اللي موجوده عليه. 1 When was Mahatma Gandhi killed? متى قتل المهاتما غاندي؟ When was Mahatma Gandhi killed? When was Mahatma Gandhi killed? مش عايزك تحفظ عايزك تفهم مش اكتر ولا اقل. وما دام انا قريتها كتير جدا وفهمتها وقريت الاسئله والاجابه اكتر من مره خلاص تاكد انك انت في الامتحان هتكتب. He was killed on the evening of January 13th, 1948. قتل في مساء يوم 30 يناير 1948. How was Gandhi killed? كيف قتل غاندي؟ How was Gandhi killed? He was shot down with 4 gunshots. He was shot down with 4 gunshots. 3. Who announced the news of Gandhi's death? Announce يعني يعلن. يعلن يزيع. يقول الخبر يعني. Who announced? من أذاع.
من أعلن the news خبر of Gandhi's death من أذاع خبر وفاة غاندي مين الأذاع خبر موته His great friend Bandit Nero announced that on the radio صديقه الرائع العظيم Bandit Nero أذاع ذلك في الإذاعة راديو What was Mahatma Gandhi's real name ما اسمه الحقيقي His real name was Mohandas Gandhi His real name was Mohandas Gandhi Where and when was Gandhi born Where أين and when ومتى خلي بالي السؤال هنا مزدوج السؤال ده بيبقى في الامتحان عليه درجة فيبقى كلمة إجابة وير بنص وإجابة وين بنص لحسن تفتكر وير بس وتجاوبها وتنسى إن في إيه جزء تاني في السؤال أنت ما جاوبتوش فهتاخد نص الدرجة يبقى he was born in a city in the west part of India on October 2nd 1869 he was born in a city in the west part of India on October 2nd October 2nd 1869 في الثاني من اكتوبر 1869 هو ولد في الجزء في مدينه في الجزء الغربي من الهند. What does the word Mahatma mean؟ ماذا تعني كلمه Mahatma؟ It means a great soul. Great great soul. And it is a title هي لقب which is given to Gandhi later تم اعطاه لغاندي فيما بعد. What had members of Gandhi's family held for many years؟ ماذا شغل اعضاء اسره غاندي لسنين طويله؟ ايه المناصب اللي كانوا يتقلدوها؟ They had held شغلوا important government posts وظائف حكومية هامة important government posts for many years لسنوات طويلة لسنوات كتيرة What was his father's job? What was his father's job? ماذا كانت وظيفة والده؟ بابا كان شغال ايه؟ بابا غاندي His father was a chief officer in one of the states of India A chief officer Officer in one of واحدة من the states of India ولايات الهند the states of India الهند كانت مقسمة إلى ولايات زي جمهورية مصر العربية مقسمة إلى محافظات What kind of person was his father أي نوع من الأشخاص كان باباه He was a fine and brave man fine brave man very good at his work What kind of person was his mother? What kind of person was his mother? أي نوع من الأشخاص كانت مامته؟ طبعا مامة غاندي. She was very serious in her religion. جادة جدا في الدين. And never thought of beginning a meal without prayer. ولم تفكر أبدا أن تبدأ وجبة طعام بدون الدعاء. How was Gandhi's mother? طبعا prayer دعاء وصلاة. How was Gandhi's mother serious in her religion? كيف كانت أم غاندي جادة في دينها؟ How? She was never thought of beginning a meal without prayer. She never thought of beginning a meal without prayer. She never thought of beginning a meal without prayer. How did Gandhi's mother feel at one time? بما شعرت مامة غاندي ذات مرة. She felt that her religion demanded that she should not eat until she saw the sun. She felt that شعرت أن her religion demanded دينها طلب منها ذات أن She should not eat. ألا تأكل. ينبغي ألا تأكل. Until حتى. She saw the sun. حتى ترى الشمس. 13. Why were her children much trouble? لماذا كان أطفالها قلقانين عليها؟ ليه؟ Why? Because their mother decided not to eat. Not to eat. ألا تأكل. Not to eat. أنا نافي هنا الانفينيتيف اللي هو to eat. إزاي أنفي الانفينيتيف؟ بجيب not قبله. To play. أن تلعب not to play to clean not to clean يبقى not to eat ألا تأكل until حتى she saw the sun and it was then the season of rain كان موسم المطر and often the sun was not seen for a long time T silent أو T بيتنطق في غالبا What did the children do when the mother decided not to eat? ماذا فعل الأطفال عندما قررت الأم ألا تأكل؟ عملوا إيه؟ They spent long hours. قعدوا ساعات طويلة جدا. قعدوا ساعات طويلة. They spent. الماضي من spend. يقضي وقت أو يصرف فلوس. هنا يقضي وقت طبعا. They spent long hours. Long hours. Long hours. Looking up at the sky. ينظرون لأعلى للسماء. To be able to hurry. لكي يكونون إيه؟
قادرين على أن يسرعوا توتيل لكي يخبروا هير مامتهم that the sun and the shams was shining and that she could eat. إن الشمس إيه بتشرق وبالتالي هي تقدر تأكل, تستطيع أن تأكل. Comment on the following quotations. وهنا الجزء ده ما فيهوش غير quotation واحد مهم جدا جدا اللي هيوضع الامتحان. طبعا لازم يجيب لي 3 quotation, اختار منهم 2, فهو هيبقى مجبر على انه يجيب الكوتيشن الموجودة عندنا لان عددهم قليل قوي 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 جدا, كوتيشن قليل جدا, فهو وضع الامتحان مش هيقدر يطلع بره الحاجات اللي موجودة. فبالتالي انت عارف الكوتيشن ايه التلاتة اللي ممكن جايين لك, ممكن تخمنهم من دلوقتي لانهم مش كتير. الجزء اللي احنا قرناه ما فيهوش غير كوتيشن واحد بس. The light has gone out of our lives and everywhere it is dark. The light has gone out of our lives and everywhere it is dark. These words were said by Bandit Nero. هذه الكلمات قيلت بواسطة Bandit Nero in the radio في الإذاعة to the people إلى the people of India اللي هم شعب الهند. When he heard عندما سمع the news of Gandhi's death, عندما سمع خبر وفاة أو موت غاندي, he announced that on the radio, هو أعلن ذلك في الراديو في الإذاعة. He described Gandhi as the sun that lights everywhere. هو وصف غاندي كأنه الشمس التي تضيء كل مكان. Best wishes of Bas and Sir Bas. أتمنى لكم النجاح والتوفيق. طبعا ده مثل موجود في نهاية الكتاب بدل ما نسيب الجزء ده أبيض. English preferred Arabic equivalent, مثل باللغة الإنجليزية والمرادف أو المقابل له باللغة العربية. Better an enemy, an open enemy than a false friend. Better an open enemy than a false friend. عدو يجاهرك بالعداء خير من صديق زائف. أتمنى لكم التوفيق يا حبايبي, وربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. نذاكر نجتهد, عايزين بلدنا تبقى أحسن. عايز أشوفكم مهندسين وأطباء ومدرسين وصيادلة وشغالين في البريد وشغالين في الشركات والأدوية ومصانع الأدوية وفي كل مكان, ويعامل الأبحاث وإحساس الجامعة. يا رب ربنا يوفقكم, وكل إنسان فيكم يجتهد يعمل اللي عليه والباقي على ربنا, واللي جاي أحسن, وإن شاء الله بلدنا تكون أحسن. بس نجتهد نعمل اللي علينا وربنا معاكم. أتمنى لكم التوفيق. منتصر عوض, معلم أول ألف لغة إنجليزية, وزارة التربية والتعليم.